مساء الخير على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. احنا جينا النهارده لاهل ابراهيم محجوب، ربنا يصبر اهله يا رب. القصه كلها على بعضها هي قصه تضايق الحقيقه. خلينا نعرف من والده استاذ ابراهيم، هل فعلا ابراهيم فقد حياته بسبب مشكله على بط؟ هو فعلا يعني ده اللي سمعناه يعني، ونشوف المواضيع التافهه ديت ازاي توصل لوفاه بني ادم يعني. البقاء لله يا ام. نعم بالله. ده ابراهيم كان عنده كم سنه؟ 31 سنه. الله يرحمه حبيبي، الله يرحمه. الله يرحمه. ابراهيم كان بيشتغل ايه؟ سواق على توك توك. طب ايه القصه يا ام؟ ايه قصه بط فعلا؟ لا، هو كان قبلها بثلاث ايام قبل الواقعه ديت، يعني هو كان نايم تحتي في اول دور وشم ريحه وحشه وهو نايم، فطلع لقى عيال عامله حمام فبيزعق وقعد يشتم يعني وكده اللي على العمل. راح نزل له اللي اسمه محمود دوت، يقول له انت بتزعق لمين وتقصد مين بالكلام ده؟ قال له مالكش دعوه يا عم محمود، انا بتكلم على اللي عمل الحمام. هو انت معاك عيال صغيره؟ انت عيالك كبار. قال له ماشي يا ابراهيم. المهم كان عايز يمسك في ابراهيم هو وعياله، راحوا الناس سلكوهم قالوا له الكلام مش ليك، يلا اطلع بيتك. راحوا ماشي، قالوا لنا كان في خناقات قبل كده ما بين ابراهيم وبين محمود ده وكده؟ لا، احنا جيران وبيننا كل خير وما كانش في اي حاجه. انتوا جيران جداد ولا جيران من لا من زمن؟ بقالنا سنين. ده عياله دي كانت قد كده صغننه واحنا كنا بنراعيهم معاه. في بينكم ود يعني وفي بينكم عشره؟ عياله دي احنا كنا بنراعيهم، امهم سايباهم صغيرين كده واحنا كنا بنراعيهم مع ابوهم. وبعد كده ايه، راح طالع قال له ماشي يا ابراهيم لينا مقابله تاني. والواد اللي اسمه اسلام ابنه ده يقول لابني ايه، وحياه امي لا رزيك يا ابراهيم، مش هسيبك يا ابراهيم. قال له ماشي انا عايز ابقى اشوفك ترازيني ازاي. راحوا الناس مطلعين. جه بقى بعدها بثلاث ايام كنت انا في مشوار وجيت لقيت ايه، لما مؤاخذه البط ميت فوق. فانا بقول له يا ابراهيم، وقاعدين على الباب في التراوه كانت الدنيا حر وكده في اليوم ده، بقول له يا ابراهيم والبط يعني ممكن يموت في الحر؟ على السطوح الشمسي طول النهار وكده، كان اليومين اللي عدوا دول كان حر قوي. فبقول له يا ابراهيم مش عارف تحط شويه ميه للبط؟ اهو البط مات. قال لي في داهيه وانا اعمل لك ايه؟ وبنتناقش وبنتكلم، بس لقيت ده جاي من بعيد، راح جاي برده علينا تاني. انت تاني بتزعق في الشارع ولا في البيت؟ على باب بيتنا، بس احنا في اول دور بيبقى اكتر قعدنا على الباب، لان جوه بتبقى خانقه مش زي هنا كده نقف في البلكونه بتاع، لا قاعدين على الباب البيت بنتكلم انا وابني. انت ليك فيه؟ لا طبعا. تعالى تعالى انت برضو بتزعق تاني، هو ما فيش الا انت في الشارع مش عارف ايه. قال له انت مالك يا عم محمود، الكلام بعيد عنك، انت نزل لي ليه تاني؟ انت عايز ايه مني يا عم محمود؟ ابعد عني. راح قال له انت انا راح شدد ابني من التيشيرت، راح قطعه له، راح ابني قلع له التيشيرت، قال له التيشيرت اهو يا عم محمود انت اللي هتحاسب عليه، في كلمه انت اللي هتحاسب عليه. عياله واقفين على الماسيه عند بيتهم هناك على الماسيه بقى مستعدين، وراحوا ماسكين ابني قطعهم البطاطا مش بتاع اللي عاملينها زي الشجره دي، عاملين شجره كده كريتة كده معلقين فيها كراترات كدرات زي الناس فيها قطرات يعني عصايه مركبينها. ابني واخد 15 قطع، كليته كانت مدلدله من ورا والرئه مقطوعه وده عضلات القلب. ابني ما كانش بيعد سليمه، راكبوا عليه هم الثلاثه راكبين عليه تقطيع بالمطاوي والكترات اللي عاملينها دي. معلش ربنا يصبرك. ما بقتش قادر اخش عنه بقى، فتوني مفيش حد بالشارع. اخواته فين يا امي؟ ابوه فين؟ فين اهله؟ فين؟ ابوه متوفي بقاله 14 سنه، وابني اللي كان واقف معاه في الطابور اللي كان بيكلمك كان اثنين فساكنين بعيد عنهم. وابني ده واقف الشارع فين؟ ده شارع صغير مش قاعدين. صلاه العشاء والناس كانت الناس بتصلي في الجامع، الناس كانت بتصلي صلاه العشاء، ما كانش في حد في شارع الا الحريم بس. فهي كانت هي ما لحقتش ابنها من تحتيها، ما عرفتش اعمل له حاجه، دول واقفين بسلاحها وابني واقف فاضي بيكلمني. ابني كان واقف فاضي ما معهوش اي حاجه، واقف بيكلمني، حد هيمسك سلاح عند امه واقف بيكلمني. بس لقيتهم هو نكش ابني وراحوا هم نازلين عليه طعني طعني، ركبوا عليه حتى كعوب رجليه مقطعينها بالمطاوي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربنا يرحمه يا رب ويحسن ختامه يا رب.
احنا بس اكيد طبعا يعني بنشكر وزاره الداخليه لسرعه التحرك وان هم الحقيقه كل الدعم اللي قدموه. هو طبعا الاب هو اللي تم القبض عليه، لكن شهود العيان مش عارفين يعني في شهود على الواقع. فكل هو كمان رايح الاب كان رايح يعمل له محضر يحسبه متعور، بس قال لك عشان يبقى محضر استاذ محضر ويخلص بصلح. لا راح جات لهم اشاره من المستشفى في الاسم، قالوا له انت جاي تعمل محضر في واحد ميت اعمله عليه، وراحوا مكلبشين عليه. وراح نزل النيابه يقول انا ما كلمتوش ابني، عيالي هم اللي عوروه. هو الاب بيسلم عياله؟ قال له وكيل النيابه، قال له وكيل النيابه انا ما عملتوش حاجه، عيالي هي اللي عملت كده. ما انا صورت القضيه وصورنا التحقيق بتاع الاول. والعيال هربوا، الولدين العيال هربانين. كم سنه يا فندم الولدين؟ احنا نعرف ان هم قاعدين في اسكندريه، قاعدين ال 24 سنه. في عيل مخلص جيش والتاني واخد تاجيل من الجيش، يعني معدي ال 23 سنه كمان. معلش يا فندم، هو يعني حضرتك بتقولي احنا كنا علاقه زي الفل وجيران وزي ورد وفيش مشاكل، عياله متربين معانا. طب هو كل سايبهم من 15 سنه، هم سايبهم ومطلعهم صغننين. انا بس الخناقه كلها عشان هو اتضايق من ريحه على باب العماره، وبعد كده هما بيتلككوا له. هما بيتلككوا له فجاه كده كل حاجه اتلخبطت. هو الراجل نزل نكشه وانا عماله ازقه بعيد عني بعيد عن ابني. يا عم سيبنا في حالنا، يا عم مالكش دعوه بينا، الكلام مش ليك يا محمود. هتقف قدام عيل يا محمود عنده كم و 50 سنه الراجل دوت وعياله كبار؟ الراجل ده عنده اتزان عقلي، عنده مشاكل، بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش. هو اكيد عنده حاجه والله العظيم من ناحيه ابني يعني. صح انا بقول كده صح؟ لان هو جه نكش ابني وعياله راحوا هاجمين عليه. هم مستعدين وقعوه في الارض وركبوا عليه. مستعدين ان هم يعملوا فيه كده. لا 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 لا. كم شاهد يومي على الواقعة دي؟ الشهود دي كلهم الشارع يعني كله. طب هو الشارع كله ما دام في شهود ما دخلش ليه الشارع كله في الموضوع ده؟ ما انا وكيل النيابه جه صور الصبح. لا من الحريم، الحريم هي اللي كانت موجوده. وكيل النيابه جه صور الصبح. الرجاله كان بيستنوا اول ما جات له اشاره ان المصاب مات. هو عامل مشاكل مع الشارع كله هنا يعني. وراحوا قعد يصور الدم وصور الدم اللي في التوك توك وخد اقوالهم وطلع شقتهم فوق كسرها وجاب السلاح اللي ضربين ابني بيه. لا سلاح لا جاب السلاح اللي ضربين ابني بيه. في الشارع يعني كذا حد في الشارع معورين كذا واحد في الشارع والناس بتخاف تحش. هل ليهم محاضر مسبقه في الموضوع؟ لا بتخلص بدي عندي ودي عندك وحقك عليا وهنجيب لك خروف وخلاص عليك. وبعديهم وبيصلحوهم وبيقولوا مش هيعملوا كده تاني مع حد تاني وبيرجعوا يعملوا مع غيره وغيره وغيره. والولاد بيشتغلوا ايه؟ ما بيشتغلوش. ما بيشتغلوش؟ لا. بيصرفوا منين يعني؟ بياكلوا ويشربوا منين؟ اهو نعرفش يعني. هو كان مشغل بيركب سلم في بيت، يشغل محاره مره كده يعني. مزاج يعني على ثابت يعني. هو ما بيشتغلش مر يعني مره يجي محاره يركب سلم في البيت كده. طول النهار قاعدين على الباب يرازوا بقى في الرايح والجاي وكده وضربين كذا. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه. وجع الفراق ووجع فقدان شاب في بدايه حياته دي حاجه توجع، ويبقى الحوار بدايته حتى يعني دي الجيره ايه ده؟ الرسول وصى على سبع عيش وملح اكيد يوم اكيد يوم. امهم سايباهم بقول لك صغيرين كده بقوا. احنا بس عايزين حق ابن خالي يرجع. اكيد اكيد. وعايزين القصاص العادل، احنا مش عايزين سبع سنين ويخرجوا يعملوا معاهم. احنا دولة قانون وبنشكر 15 قطع في جسم ابني. 15 قطع، كل قطع كم سنتي؟ 20 سنتي و25 سنتي لا اله الا الله. وعمق 15 سنتي جوه الجسم. طيب مش وزارة الداخلية سرعة التحرك، ويعني نرجو يعني سرعة التحرك في موضوع ابراهيم. الموضوع يعني الواحد مش مصدق ان الناس قاعده على بعض بالشكل ده، وايا كان الخلاف ايا كان اللي احنا شايلينه في قلوب بعض ما توصلش يعني ان احنا نوصل ان احنا نذبح عيل عنده حاجه و30 سنه مجرد فقط ان هو ضايقني بشكل او باخر عشان واقف لوحده وبتقول وهم الثلاثه عليه. لا لا لا، بقاء والدوام لله، وكل شكر وزاره الداخليه، ونامل ان يتم القبض على الشابين دول في اسرع وقت. نشكركم. تبلغ اسم تاني شبرا الخيمه.